وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس ياسر علي، مختص بأمن المعلومات. سيد ياسر، صباح الخير. صباح لك النور. يعني بداية ننطلق من موضوع أنه تويتر إذا طلب من مستخدميه أنه يغيروا كلمة السر تبع حساباتهم بسبب يمكن ثغرة أو خلل رح تعرض بعض المستخدمين لاختراقات. شو هي هي الثغرة وشو هي الاختراقات اللي ممكن انه تعرض لها او راح يتعرضوا لها بعض المستخدمين؟ هو بالنسبه لاعلان تويتر هي ما كانتش ثغره، هي كان بس يعتبر بنسميه بج او عطل فني عندهم. هو مفروض ان عشان يعني هم يكيب تراك او يخليهم يقدروا يعملوا انفستيجيشن على كل انسيدنت او مشكله بتحصل، بيعملوا حاجه اسمها لوجينج. لوجينج يعني كل اي شيء، اي حاجه بتحصل بتتخزن عندهم بشكل او باخر. ولكن وين المشكله؟ المشكله كانت ان الباسوردات اللي بتيجي من اليوزرز بتبقى متشفره في الترانزيت، يعني من اليوزر لسيرفرات تويتر بتبقى متشفره في النص. بتوصل سيرفرات تويتر المفروض يتفك التشفير عشان يقدر يبص على الكود نفسه ويشوف لو في اي مشكله، اي malicious activity ولا حاجه، وبعدين بيشفروا تاني وبيدخلوا في قاعدة البيانات. فالمشكله كانت في النص، ان في سيرفر من السيرفرات كان بيعمل لوجينج للبيانات دي. فالمشكله ان اي حد هيبقى له اكسس على السيرفر ده هيقدر يشوف كل الباسوردز بتاعت حوالي 330 مليون يوزر بلين تكست، يعني يقدر يشوف الباسورد كما هي. احنا عارفين طبعا تويتر مشكلته ان معظم الكيادات السياسيه بتستخدمه، وان هو الباسوردات اللي في تويتر يعني غالبا الواحد معظم الناس بيستخدموا نفس الباسورد، مصادر موثوقه تعتبر بالضبط. هي فدي كانت المشكله، ان هم المفروض السيرفرات دي خصوصا ما يحصلهاش، ما يعملوش فيها لوجينج باي شكل من الاشكال. فهي كان خلل فني اكتر من هو ثغره امنيه. يعني يعني يمكن سمعنا عن اختراقات او عدم حمايه الخصوصيه في مواقع مثلا واتساب وفيسبوك، ولكن يمكن الاهم التركيز على تويتر بسبب كما ذكرنا انه بيستخدموها مو بس اشخاص عاديين، ولكن هي تعتبر مصادر موثوقه. صحيح. يعني هلا حاليا صارت مثل الصحف، وسيله اعلام 100%. طيب يعني سيد ياسر، هل برأيك تزداد التهديدات تعقيدا مع مرور الوقت، وعم بيصير يمكن من الصعب إيقافها أو عم ياخذ الموضوع وقت أكثر؟ المشكلة دلوقتي اللي بتواجهنا إن إحنا التكنولوجيا بتتطور بشكل غير طبيعي. فكل دلوقتي إحنا مثلا داخلين على البلوك تشين، وكل الحكومات متجهة للبلوك تشين، وهم غصب عنهم لازم يتجهوا للتكنولوجيا دي، ولكن هم مش واخدين بالهم من السكيورتي او كيف ياخدوا الاحتياطات الامنيه للدخول في التكنولوجيا دي. المشكله ان انت عشان تاخدوا الاحتياطات الامنيه عشان تخش في التكنولوجي ده معناه انك لازم تدرس التكنولوجي بشكل مفصل، ولو درست التكنولوجي بشكل مفصل يو ويل ميس ات، ان انت هتلاقي الناس بدات تستخدم نفس التكنولوجي وانت في الاخر لسه بتستنى ان انت الابروفلز او ان انت تشوف هل ده هنستخدمها او مش هنستخدمها. نعم. فمشكله تطور التكنولوجي اسرع بكتير جدا جدا ان انت تشوف كيف تقدر تحمي نفسك من استخدام هذا التقنيات الجديده او التكنيكس او التكنولوجيز الجديده اللي هي بتظهر تقريبا كل ساعه ولا كل يوم. طيب صحيح سيد ياسر انه هذا السؤال يمكن انطرح كثير، ولكن مثل ما حكينا هلا من اهم اولوياتنا هو حمايه خصوصيتنا، وخصوصا بعد المشاكل وربما فينا نسميها الفضائح اللي لاحقت موقع فيسبوك، والان الثغره اللي صارت بتويتر وقبل كان واتساب. فالسؤال دائما اللي نطرحه، كيف يمكن ان نحمي بياناتنا مستقبلا؟ هو يعني المسؤوليه تقع على اثنين، الشركات، وزي ما شفنا تويتر وفيسبوك والشركات دي خدت الاحتياطات الواجبه واعلنت لليوزرز. يعني تويتر انا ما اقدرش ابدا اقول انها هاكينج او ثغره امنيه حصلت عندهم. هم الناس لقوا المشكله دي عندهم واعلنوا اليوزرز، بس لمجرد ان يخلوا بالهم يعني يا يوزرز او يا مستخدمين، خلي بالكم غيروا الباسوردز بتاعتكم، ربما يبقى في انسايدر او موظف داخلي في تويتر يقدر، لان هو الوحيد اللي يقدر له اكسس على البيانات اللي حصلت دي موظفين تويتر. فهم يعني ممكن يبقى في انسايدر، او لان الخطر انت ما تقدرش تتوقع من وين هيجي يعني. فهم قالوا غيروا الباسورد بتاعتكم. ففي عندنا في مسؤوليه تقع على الشركات، واحنا شفنا الشركات الكبيره كلها يعتبر يعني ماشيين كويس في الموضوع ده. واليوزرز، اليوزرز يعني ابسط شيء ان انت لا تستخدم اي باسورد مرتين او في موقعين مختلفين.
يعني الباسورد ريوز دي مشكلة كبيرة جدا جدا، هاي لازم نصيحة كتير مهمة، لأنه في بالضبط بعض الناس يمكن لسهولة حفظ الكلمات السر بالضبط فبيستخدموا بكذا شغلة. بالضبط. على الأقل ممكن مثلا يعني تستخدم شبه، ولكن بتغير في شيء ما حدش يقدر يتوقعه في آخر مثلا 3 حروف أو آخر 4 حروف أو آخر 5 حروف، أو تضيف شيء معين يعني تقدر تتذكره، وفي نفس الوقت تقدر يعني تفرق بين المواقع. وممكن تستخدم باسورد مانجرز، وبرضه الباسورد مانجرز احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، يعني برضه لها المميزات والعيوب بتاعتها. بس انت لو عندك انت مثلا 50 موقع او 60 موقع، في ناس مشاركه مثلا في 70 و100 موقع، مستحيل يقدر يتذكر الباسوردز بتاعته. فعشان كده الباسورد مانجر احيانا بيبقى كويس، يعني مفيده في الحاله دي. سيد ياسر علي مختص بأمن المعلومات، أنا بدي أتشكرك كثير على هالمعلومات المفيدة يلي قدمت لنا إياها. تسلم.